في حاجة تانية برضو من الناس اللي بيتكلموا ساعات، يقول لك دايما أحمد السقا لازم في الفيلم أو المسلسل لازم حد يتخطف وهو يروح يدور عليه ويجيبه. يعني حتى نظر. في خطوط حمراء نفس الحكايه، في مراتك اتخطفت ورجعتها، لا مراتك اتقتلت الشر بره وبعيد في خطوط حمراء بالظبط، وبعد كده لما اروى جوده لما خدوها وجبتها. يعني بيقول لك دايما احمد السقا لازم يكون حد. شوفي انت بتحكي لي المسلسل اهو، شفت انت اعلاميه يعني فاكراه، انا بحبه طبعا خطوط حمراء انا بحبه. انت عندك كفايه الحمد لله. بس ايه رايك ممكن ده خدت بالك منه ممكن تعمله مره ثانيه لانه اتكررت كتير في انا يعني اللي انت بتقوليه او اللي بيتكتب ده خلاص يكتفوا الممثلين والمخرجين والمؤلفين ويقعدون في البيت. لأن ربنا سبحانه وتعالى إله الكون اللي خلق هذا الكون خلق الكون كله بحاجة اسمها 26 تيمة. يعني إيه 26 تيمة؟ يعني 26 بلوت، حبكة، لب أو قلب موضوع من أول قابيل وهابيل. الصراع بين البشر قائم على 26 تيمة اللي بيختلف في المعالجة. 27 دي عبس، حاجة اسمها أبسرد، عبس. ده عبس، ده فضاء بقى الكلام اللي احنا بنتفرج عليه خيال علمي. لكن الدنيا كلها هتبقى في 26 تيمة. إلا لما الناس تقول لي مثلا بطل تمثيل دمك بقى تقيل، يعني خلاص هبطل. لا ما حدش هيقدر يقول لأحمد السقا كده، ينفع حد ما حضرتك اللي أنا يعني مثلا لما حد يقعد يفكر، يعني أنا بحيي الراجل اللي كتب في مديح الفشل. في مديح. يعني هو يعني هو الراجل اللي أنا بحب اللغة العربية أصلا. يعني كلمة في مديح الفشل دي أكتر حاجة عجباني في المقالة، الصيغة البلاغية، لأن الكلمتين عدوا بعض، الكلمتين عكس بعض. ففي حاجة في اللغة العربية يقول لك التضاد في المعنى يبرز المعنى وإيه ويؤكده. فبالضبط زي ما أقول لك إيه، أنت متماهية في اللاوعي. متماهية في اللاوعي. أنت متماهية في اللاوعي. ده حاجة المقال حاجة زي بس دي. بس فاينلي يعني في نهاية هو من حقه إنه يعجبه أو ما يعجبوش. أنا ما بصدرش على رأيه. بتعد العشرة وأنت بتكلمني دلوقتي أنا حاسة أنت متعصب. لا خالص والله بالعكس. مش معصبك الكلام ده. بالعكس بالعكس. بيضايقك الكلام ده لما بينتقدوا. أنت اتضايقتي من 16 سنة. ما بيضايقش. طيب.